Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est l'addition, la multiplication et la soustraction. Sabah khair, kif kone chatrin darsna liyam bdi koun عن الجامعة وعن الطرح وعن جدول الضرب. بس قبل ما نبلش بدي نبهكم لضرورة غسل الإيدين بالماء والصابون لمدة تزيد عن 20 ثانية، وضرورة عدم الاختلاط لتحموا حالكم تحموا اللي حواليكم. بدنا نجمع 1478 بلس 1258. أول شيء نبلش نجمع 8 بلس 8 إيكال 16، نحط 6 بخانة ال 200، نشيل الأم نحطها فوق السات. نجمع 1 بلس 7 بلس 5، 1 بلس 7 إيكال 8 بلس 7 إيكال 13. 13 نحط الواو بخانة الديزاين، نشيل الأم نحطها فوق الكادر بخانة سنتين. 1 بلس 4 بلس 2 إيكال 7، نحط 7 بخانة سنتين، نحط 7 بخانة سنتين، 7 نحطها بخانة سنتين، يعني جمعنا 1 زائد 4 زائد 2 بيطلع معنا الجواب 7، نحط 7 بخانة سنتين. ننتقل هلا لحتى نجمع الملية، 1 بلس 1 يعني 1 زائد 1، 1 بلس 1 إيكال 2، 1 زائد 1 بيطلع معنا الجواب 2، يعني عندنا 1000 وحطينا فوق 1000 قديش بيطلع معنا 2000. 1 بلس 1 إيكال 2 بيطلع معنا جواب 2736، يعني 1478 بلس 1258 إيكال 2736، 2736، يعني 1478 زائد 1258 بيطلع معنا الجواب 2736، 2736. 2736 مؤلف في 6 يونيتي 3 ديزان 7 سنتان 2 ملي، يعني 6 أحاد 3 عشرات 700 و2 ألوف. هلا بننتقل للسوستراكسيون، عندنا 1408 موان 1206. أول شيء بنبلش نطرح اليونيتي من بعضهم، 8 موان 6، 8 موان 6 يعني عندنا 8 تفاحات بدنا نشيل ناكل منهم 6، قديش بيضل معنا؟ 8 موان 6 إيكال 2، يعني 8 شلنا منهم 6 بيضل معنا الجواب 2، بنحط 2 بخانة اليونيتي. ننتقل للديزاين، عندنا 0 موان 0، 0 موان 0، 0 موان 0 إيكال 0، يعني 0 شلنا منها 0 بيطلع معنا الجواب أكيد 0، بنحط 0 بخانة الديزاين. ننتقل لسنتين، يعني نحط 0 بخانة الديزاين وننتقل لسنتين. هلا عندنا 4 موان 2، 4 موان 2 يعني 4 ناقص 2، يعني عندنا 4 تفاحات بدنا ناكل منهم تفاحتين، قديش بيضل معنا؟ 4 موان 2 إيكال 2، يعني 4 ناقص 2 بيطلع معنا الجواب 2، نحط 2 بخانة السنتين. هلا بننتقل للملي، عندنا 1 موان 1، 1 موان 1 واحد ناقص واحد بيطلع معنا الجواب زيرو، يعني عندنا واحد شلنا منها واحد قديش بيضل معنا؟ بيطلع معنا الجواب صفر، بنحط زيرو بخانة الملي، بيطلع معنا جواب 1408 موان 1206 ايكال 202، يعني 1480 ناقص 1206 بيطلع معنا الجواب 202، 202 يعني 202، بنحط 202 تحت، يعني عندنا 1408 تفاحات شلنا منهم 1206 تفاحات بضل معنا 200 تفاحتين. هلا بننتقل للملتيبليكاسيون، عندنا 89 فوا 6 يعني 89 ضرب 6. اول شيء بنضرب 6 فوا 9، 6 فوا 9 ايكال 54، يعني 6 ضرب 9 بيطلع معنا الجواب 54، بنحط 4 بخانة اليونيتي وبنشيل ال 5 بنحطها فوق ال 8 بخانة الديزاين. بنرجع بنضرب 6 فوا 8، 6 فوا 8 ايكال 48، يعني 6 ضرب 8 بيطلع معنا الجواب 48، بلس 5 49 50 51 52 53، بنحط 53 تحت بيطلع معنا الجواب 53، يعني 89 فوا 6 ايكال 534، يعني 89 ضرب 6 بيطلع معنا الجواب 534، 534 مؤلفة 4 يونيتي 3 ديزان 5 سنتين، 4 أحاد 3 عشرات 500. هلا بدنا نعمل ريفيزيون لتابل دو ملتيبليكاسيون دو 8. 8 فوا 1 إيكال 8، 8 فوا 2 إيكال 16، 8 فوا 3 إيكال 24، 8 فوا 4 إيكال 32، 8 فوا 5 إيكال 40، 8 فوا 6 إيكال 48، 8 فوا 7 إيكال 56، 8 فوا 8 إيكال 64، 8 فوا 9 إيكال 72، 8 فوا 10 إيكال 80. لازم ننبهكم لشغله، انه جدول الضرب لازم تكونوا حافظينه عن غاية. هلا هون عندنا باعت سميره 123 ورده بسعر 2 دولار للورده الواحده، فما هو مجموع ما سوف تقبضه؟ يعني عندنا بنت اسمها سميره بتبيع ورد، بيعت 123 ورده، كل ورده حقها دولارين، قديش حقهم كلهم سوا؟ عندنا هون 123 فوا 2، 123 فوا 2 يعني 123 ضرب 2، اول شيء بنضرب 2 فوا 3، 2 فوا 3 إيكال 6، 2 ضرب 3 بيطلع معنا الجواب 6، بنحط 6 بخانة اليونيتي. نرجع نضرب 2 فوا 2،
2 ضرب 2 2 ضرب 2 بيطلع معنا الجواب 4. بنحط 4 بخانة الديزاين، يعني 2 ضربناها ب 2 بيطلع معنا الجواب 4. بنحط 4 بخانة الديزاين وننتقل ل 102 فوا 1 2 فوا 1 ايجال 2، يعني 2 ضرب 1 بيطلع معنا الجواب 2. بنحط 2 بخانة الصنتين بيطلع معنا 246، يعني 123 فوا 2 ايجال 246. هلا في عنا هذا دفوار بتعملوه بالبيت تبعتوه للمعلمة تابل دو ملتيبليكاسيون دو 10، 10 فوا 1 10 فوا 2 10 فوا 3 10 فوا 4 10 فوا 5 10 فوا 6 10 فوا 7 10 فوا 8 10 فوا 9 10 فوا 10. بتكون تعملوا هذا الدفوار بالبيت وبتكون تبعتوه للمعلمة، هو التابل دو ملتيبليكاسيون دو 10. طلعوا الإجابة. هلا في عنا هذا الاكزرسيس الثاني بدنا نعمله، هو باع خالد 100 كرتونة بطاطا بسعر 5 دولار الكرتونة، فما هو مجموع ما سوف يقبضه؟ يعني في عنا شاب اسمه خالد بيع 100 كرتونة بطاطا، كل كرتونة حق 5 دولارات، بدنا نشوف قديش بده يقبض. بتكون تعملوا هذا الدفوار بالبيت وبتكون تبعتوه للمعلم، هذا الدفوار بتكون تعملوه بالبيت وتبعتوه للمعلم. هلا قبل ما اختم بدي اتمنى تكونوا فهمت الدرس منيح، وبدي اطلب منكم شغلي، انه جدول الضرب لازم تكونوا حافظينه عن غايب، كل جدول الضرب من الان للديس لازم تكونوا حافظين كل جدول الضرب عن غايب. هلا بدي اقول لكم اورفوار.